السؤال هنا أي من هذه الخطوط متوازية؟ الخطوط المتوازية هي الخطوط التي لديها الميل نفسه، وهي خطوط مختلفة أي أنها لا تتقاطع أبداً. إذن نحتاج أن ننظر إلى الخطوط المختلفة التي لديها نفس الميل بالضبط، ولحسن الحظ جميع هذه الخطوط موجودة بصورة y تساوي mx زائد b، أي بنموذج تقاطع الميل. إذن يمكنك فقط أن تنظر إلى هذه الخطوط وتجد ميلها. ميل الخط A هو m تساوي 2 كما نراه هنا. الخط B سيكون ميله يساوي 3. سأقوم بتمثيله بسرعة وستراه. سأرسمه باللون البنفسجي، وأخيرا الخط C الميل هو 2. لا أعلم إذا كان البنفسجي هذا داكنا جدا. إذن الخط A والخط C لديهما نفس الميل ولديهما تقاطعان على Y لكنهما مختلفان، إذن سيكونان متوازيان. ولنرى ذلك دعونا نقوم بتمثيل جميع هذه المعادلات. الخط A تقاطع الY فيه هو سالب 6، إذن النقطة 0 1 2 3 4 5 6 والميل هو 2. فإذا انتقلنا إلى 1 في اتجاه X الموجب سيكون علينا الانتقال في الأعلى إلى 2 في اتجاه Y الموجب. إذا انتقلنا إلى 1 على X وإلى 2 في الأعلى على Y، فسننتقل إلى الأعلى إلى 4 على Y. ويمكنني أن أنتقل إلى 2 ثم ننتقل إلى 2 و 4، وسنرى أن كل شيء على نفس الخط. إذن الخط A سأقوم بأفضل ما لدي حتى أرسمه بشكل مستقيم قدر الإمكان. الخط A بوسعي أن أرسمه بشكل أفضل. حسنا، هذا أفضل ما يمكنني رسمه. هذا هو الخط A. الآن لنقوم برسم الخط B. الخط B تقاطع الY له هو سالب 6، إذن لديه نفس تقاطع Y. فإذا كانت X في الأعلى هي 1، فسننتقل على Y في الأعلى إلى 3. إذا انتقلنا على X إلى 2، فستكون Y في الأعلى هي 6. إذن 2 4 6. إذن هذا الخط سيبدو هكذا. سأحاول جهدي لأصل النقاط ببعضها. لديه ميل حاد، وترى ذلك عندما تزداد X. يكبر هذا الخط الأزرق أكثر في اتجاه Y. إذن هذا هو الخط B، ولاحظوا أنهما يتقاطعان أي أنهما غير متوازيان. وأخيرا دعونا ننظر إلى الخط C. تقاطع Y فيه هو 5. إذن 0 1 2 3 4 5. إذن النقطة 0 5 هي نقطة تقاطع Y، وميله هو 2. إذن يرتفع إلى 1 باتجاه X وينتقل إلى 2 في اتجاه Y. وإذا انخفضنا إلى 1 فسننتقل للأسفل إلى 2 باتجاه Y. سيكون لدينا مجموعة من هذه النقاط مرة أخرى. إذا أردت الانخفاض إلى 2 فسوف تنخفض إلى 4. لا يزال الميل يساوي سالب 4 على سالب 2. إذن 1 2 3 4، ويمكنني فعل ذلك مرة أخرى. يبدأ من هنا ثم سترى الخط. سيبدو الخط هكذا، سيبدو هكذا. ولاحظوا أن الخط A والخط C لا يتقاطعان، لديهما الميل نفسه ونقطتان مختلفتان مع Y. إذن هما يرتفعان بنفس النسبة لكنهما لا يقطع أحدهما الآخر. إذن الخط A والخط B متوازيين.